وسعد لما يصلي ويسلم ويبارك عليه. الرحمن الرحيم يبتدئ الإبداع باسم ذات العليا مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. فالإبهام موارده سائغة حنيا جميل مسايا. صلي وسلم على النور الموصوف بالتبرك والأولياء. اللهم عليك في القرى الكريمة والجبال. اللهم صل الله تعالى رضوانا يخص مكرة القرية النبوية. صلى الله على الصحابة والأكرام. سلوك الشبه والهات الجلية. صلى الله عليه وسلم في الحضرة وقدرة. اللهم صل وسلم عليه النبوي برودا حسانا عطريا. صلى الله عليه من النبي الشريف إلى الحرب المسار بقدرة. اللهم صل وسلم عليه بحول الله تعالى وقوته القوية. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم كبره الكريم عبد الشريف من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم عليه وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه سيدة الحمد في ذات الخسوان والسلام. عبد الله
جبين الصلاة والتسليم. اللهم ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وراه جسما وروحا بسورته ومعناه وحمله إلى مقربي انصرفت آمنة الزارية والقريب المجيب أن تكون أم المنزل مصطفى مشارق المغارب ودواب البحرية لأنه سنكم اللهم قبره الكريم بعرف الشبيب من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم. ولما تم من أمره إشاران إلى مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه المدينة المنورة أبوه عبد الله. اللهم صل قد اجتاز بأخواله بني علي من الطائفة النجارية صلى الله ومكث بهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشمه. ولما تم من حمله على الراج تسعة أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه سنة أمر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه يا حبيبي يا مولاي.
الشمس منك مضيء أسفر تنمو ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وزيار يوم نالت بوضع ابنة أب من فخار ما لم تنلوا النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طال الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى نواتيفهم قد ولد المصطفى وأخفى الغداء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولد الشريف عصمة الزهور وآية ورويا فتهدى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامي وغباء اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك وبرز صلى الله عليه وسلم واضعا يدي على الارض رافعا راسه الى السماء العليا مومعا بذلك الرفع الى سدده وهنا ومشيرا الى رفعه قدمي على سائر البريات وانه الحبيب الذي حسن اتباعه ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور منى وأدخله الكعبة الغراء قام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من النبي عليه وأعطى وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مقتونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا ذهيلا مكحولة بكحل العناية عينا وقيل ختنه جده بعد سبع ليال سويا وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك ومر رسول الله عليه وسلم بقديد على أوم معبد الخزاعية صلى الله على دبت على لحم أو لبن منها فلم يكن خباؤها لشيء من ذلك قد قوى فنظر إلى شاة في البيت قد خلفها الجود عن الرقية صلى الله فاستأذنها في حلفها فأدلت وقالت لو كان بها حلف الناس ومسح الضرع منها ودعا الله مولاه ووفيها علب وسقى كلا من القوم ثم علب وملا لنا وقدره لديها آية بدليا ذهب ما بره ورع اللبن فذهب به رجاء وقال أن لك هذا والحلوب بالبيت تبل بقدرة اللبنية فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا جثمانه قال هذا صاحب قريش وأقسم بكل ذلية لأنه لو رآه لآمن به واتباه وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين ثاني عشر جار ربيع الأول واشرقت به أرجاء الزقيا وتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسس مسجدا لكن اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم
وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات إنسانية. والقامة أبيض اللون مشربا بعمرة واسع العينين أكانهما أدب الأشفار قد منحت حتى جاءت اللهم صل وسلم. ورجل أسنان واسع الفم حسنا واسع الجبين ذا جبهة هنا عليا. في بعض حديدا بحسن العينين يقرا بعيد ما بين المنكبين سبق الكفين ضخم القراديس قليل لحم العقب كف اللحية عظيم الراس شعبه من الشحمات الأذنية. صلى الله على قوتي قد عمه صلى الله يتكفوا في مشيته كأنما ينحت من سبب ارتقى. وكان يصافح المصافي بيده الشريفة ويجد منها سائر اليوم رائحة عبهرية. ويضع على رأس السبي فيعرف مسؤوله من بين السبية ويدعى. يتلألأ وجهه الشريف تلألؤ القمر في الليلة البدرية. يقول نائبه لما رأى قبله ولا بعده مثله ولا بشر يرى. اللهم قبره تغريب عبد شديد من صلاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ولدي وقف من وقف اللهم يا باسط اليدين بالعطية ومن تنزع في ذاته وصفاته العالية ولن يكون له فيها نظائر. ومن تفرد بالبقاء والقدم والأزلية. يا من لا يرجى غيره ولا يعمل على سواه. ومن استند لنا من قدرته القدرية وارشد بفضله ملك اللهم بأنوارك القدسية التي أزعت من ظلمات شرك الولاية. ونتوسل إليك بشرف ذات محمدية من هو آخر الأنبياء بشرف الأول بطعنا يا الله. وبأهله كواكب أمن البرية وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله. وبحبل شريعته أولي المناقب والمسلمية الذين استبشروا بهم الحق بإذن الله. أن توفقنا بالأقوال والأعمال
بإخلاص النيات ورجال كل من الحاضرين والغائبين قد رباهنا حليم خلصنا من نسل الشمات والأدواء القلبية وتوفق لنا من الآمال ما بنا ولنا آمين وتكفينا كل مثل همة ومليا ممن نراه وراه ودنيا لنا من حسن اليقين قدوما كاملة الدنيا وتمو عنا كل ذنب جليلا تستر منا لكل نائب هو عزه ناصره وعيا سهل لنا من صالح الاعمال ما عزه اللهم جمعنا هذا من خزائن الملك سهيا اللهم انك جعلت لكل سائل مقاما ومجانا ولكل راج ما امله وجعلنا كراجين مواهبك الأنبياء واغفر لنا ما من رجل اللهم من الرواة واصل الرواة والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذه الساعة وأجرا اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة راضية واصلنا غير يوم يا حسين صلى الله ولنا زي هذه القرون المعبرة المغربية إنا ظفر وحقق الأرض بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقبولا وشكرا وكاتب يا وقاري ومن الصالحين يا سماه اللهم صل وسلم على اول قابل للتجلي من الحقيقه الكليه وعلى اله وصحبه ومن نصره وقاله عاش من فضل اعلم من وصف الدري باقراط دوائيه وتعلى صدور المهابل المنيفه بعقود أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قبل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام الحمد لله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة آمين شيري مناكين ما باه ما انا يملو ينا مبا لا فدانيو بابا زين انا ما باه ما انا كذا امين ايوا هنا هنا فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من ولد ولا عيسى من عليك تباركت ربنا وتعليت بارك الله فيك.
هل كان ما تسمم kwezi watukufu kwezi mafundi watukufu mtukufu mzee wetu andi Ismaila lazimuna unike umuri wenji na fiha inji insha Allah ta'ala haina banuri jokari ketina we babar jiri wawo kumhuluri waha haina badika unuri li na figar jo kakutu shidasha mgungujo usaidia haina namna yote rijari kujari fadina rusi ya Ahmad Abu Ruhad yubangeri sobe maulida ngeri asobe maulida yao ya fubwa ngeri ya rusi jereno بسم الله الرحمن الرحيم دو وليم دو وليم دو لفو بولاه موليدا دو بجوب دو هرمو يا همانا يوني مايدا هيا دو وانا مش وانا مش دو جيتسي دو متساهاني دو فاتحة دو فاتحة مدينة